أبو أيوب الأنصاري من الحجاز إلى مصر ليسأل عقبة ابن عامر عن حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يبق إلا أنا وأنت. فأحببت أبو أيوب الأنصاري أن يتأكد من الحديث الذي هو يحفظه في ستر المؤمن، فقال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عقبة، يقول: من ستر مسلما على خزيه ستره الله يوم القيامة. يعني لا يتكلم بأحوال هذا الإنسان إلا في بعض الأحيان حتى لا يشتبه الحال. إنسان سألك عن فلان حتى يزوجه ابنته، فأنت تقول: لا أستر عليه. لا تستر عليه، أخبره. دعاك القاضي لتشهد، لا تستر عليه، فاشهد. فهذه أحوال مستثناة من الحديث. المهم في الرواية سافر من الحجاز إلى مصر من أجل أن يتثبت من الرواية. فكيف نتأسى نحن بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا التثبت في الأخذ والعطاء؟